يعقوب هو تأثر نتيجة الحرب ونتيجة الشيء اللي صرنا له والشيء اللي رب العالمين كتبه علينا، وصارت تأثرت على صحته وبالنسبة لنفسيته كمان تأثرت. وهو طالب عنا بالمدرسة مستجد بالصف الأول، صحيح هو طالب بس ما مثله مثل باقي الطلاب، هو طالب بيعتبر حالي شاذة. وضعه بالصف انه ممتاز انه على هوا جسمه، بس باقي الطلاب لا، بس نحن ما على طول بنخليه على طول هيك انعزالي، يعتبر هيك عنده حزن عنده شيء هيك جواته بسمة سواد، بس انا ما بخليه انه يضل، لا بخليه انه على طول يتفائل يكون مشجع. ابني بده طرف وما هون بكل المنطقه ما في، بتاخذني على تركيا شو ركب له طرف، لانه ابني عبيرو بيجي على المدرسه لازم يكون طرف زكي يكون مثله مثل هالولاد اللي على المدرسه، حالتنا ما بتسمح انه نركب له. احنا قطعت اسره من طياره. ايش بدك طيب انت هلا؟ بدي اسل. ها؟ بدي اسل. ماجد؟ تعال بابا هيك مساعدينك، بابا يعقوب تعال مساعدينك.